السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تلو الآخر أتأكد أن هذا البلد يريد أن ينهض بنفسه وبالأمة. هذا البلد الإسلامي الموجود في المتوسط يعتبر من أقوى البلدان في العالم، فيحتل المرتبة 20 من حيث التأثير الاقتصادي في العالم، أو لنقول ضمن الدول 20، وكذلك لديه قوة عسكرية لا يستهان بها، فهو في المرتبة 9 عالمياً من أقوى الدول في العالم، وينتج حوالي 70% من إنتاجه العسكري. نعم، إنه تركيا، هذا البلد الذي يحكمه هذا الطيب رجب طيب أردوغان، هذا الشخص الذي يريد لبلده النهوض، حيث أن تركيا تعتبر قوة عسكرية لا يستهان بها، يبلغ عدد أفراده 670,000، وهي ثاني أكبر جيش في الناتو بعد الجيش الأمريكي، وتضم حوالي 315,000 فردا، وتقدر ميزانيتها بنحو 18 مليار دولار، وتحتل بذلك تركيا الرتبة 15 في الإنفاق العسكري. تضم قواتها البحرية والبرية نحو 4300 دبابة وأكثر من 7550 ناقلة حربية، إلى جانب أنظمة إطلاق صواريخ ومجموعة من القواعد العسكرية الجوية التركية. منذ سنة 2011 عزمت تركيا على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الأسلحة، وذلك من خلال تصنيعها محليا، كما انعكس ذلك على زيادة صادراتها في المجال العسكري، حيث أثرت هذه العملية بشكل إيجابي على قدراتها الاقتصادية. كما أوضحت وزارة الدفاع التركية، تضاعفت صادرات المعدات الدفاعية خلال الأربع سنوات بشكل كبير، حيث بلغت وفق بيانات لعام 2009 بنحو 666 مليون دولار مقابل 337 مليون دولار في العام 2005. كما أوضحت أن الحكومة التركية تقوم بجهود محلية لدعم صناعة السلاح، مثل نظام ائتمان منخفض الفائدة لتغطية التكاليف التي تكبدت من تصدير الصناعة الدفاعية، وإنشاء منظمة تضم أكثر من مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال أو مشاريع التصنيع العسكري التركي، وتضم مثلا إنتاج طائرات من دون طيار ومقاتلات نفاتة ومروحيات عمودية، ما سيؤدي أيضا إلى خفض نفقات تركيا من استيراد السلاح بنسبة تصل إلى 30% وقت صدور الدراسة. وتوقعت الدراسة الصادرات منذ 4 أعوام أن تصل تركيا إلى الاكتفاء الذاتي في الصناعة الدفاعية، حيث ستكون زيادة الصادرات نقطة تحول مهمة للشركات العالمية في هذا القطاع، كما سيؤدي هذا إلى تقليص ميزانية استيراد السلاح تدريجيا، ووفقا للأرقام الصادرة عن معهد المكانة والكيمياء بأن هذا الطفرة في مبيعات السلاح جاءت بعد بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة والمتفجرات والصواريخ طراز SS-30 في 29 بلدا أجنبيا متعددا على 5 قارات من الفلبين إلى سويسرا وأمريكا والسعودية. أشارت الأرقام إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في صدارة الأسلحة التركية، حيث أن تركيا اليوم قادرة على خفض نفسها كمزود أساسي للأسلحة لدول الخليج وجنوب شرق آسيا، خاصة بعدما باتت مجموعتها ثاي أوسلاسن ضمن قائمة أول 100 مجموعة في الصناعة الدفاعية العالمية. وفي سنة 2015 أعلن فريق البحث المتخصص بجينيكولوجيا الدفاع والأمن التركي أن تركيا خصصت ميزانية بحجم 41 مليون ليرة تركية لثلاث مشاريع ضخمة جديدة في مجال الصناعة الدفاعية، هادفة بذلك إلى الاعتماد على الذات في صناعتها المحلية دون الارتباط بالخارج. تركيا التي بدأت العمل في المرحلة الأولى في صناعتها الأولوية التي تعد مهمة جدا في مجال الدفاع، ستنتقل فيما بعد للعمل بجهد كبير في صناعة الأسلحة ذات التأثير القليل، وبهذا ستكون دولة تطور الأسلحة التي تملكها خلال فترة قصيرة وتبيع للعالم تكنولوجيا دفاعية خاصة بها، حيث أعلن وقتها عن مشروع تطوير أنظمة سونار ومشروع المتفجرات الغير الحساسة ومشروع كشف الأشعة تحت الحمراء. وأعلنت تركيا وقتها أن هدف مشروع تطوير أنظمة سونار هو جعلها محلية الصنع، لأنها تتمتع بقدر كبير
في مجال قياس المسافات والاتجاه في الغواصات البحرية، ويهدف مشروع المتفجرات الغير الحساسة إلى تأمين متفجرات ذات صناعة خاصة وذات تأثير كبير وبإمكانيات وطنية في سبيل تطوير القدرة الحربية التركية. ويهدف مشروع كشف الأشعة تحت الحمراء إلى تطوير الأنظمة الموجودة والوصول إلى ابتكار أجهزة جديدة في مجال تكنولوجيا الرؤية الليلية. يذكر أن الصادرات الدفاعية التركية بلغت في العام 2008 حوالي 600 مليون دولار، لتضاعف في العام 2012 وتصل إلى 1.2 مليار دولار. أما في العام 2013 فقد تجاوز عدد الشركات العالمية في مجال العسكري إلى 500 شركة لتصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار، بينما في المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات الدفاعية التركية، وتوقع التقارير أن يصل حجم الصناعة إلى 8 مليار دولار في 2017. تركيا تعتبر من أعظم الدول في مجال القوى البحرية، حيث أن تركيا صاحبة أقوى بحرية في البحر الأبيض المتوسط. إلى جانب فرنسا تضم القوات البحرية التركية 48,600 فرد، ولديها 300 سفينة و51 طائرة، إلى جانب 26 من الفرقاطات و15 غواصة بحرية و20 من كاسحات الألغاب و8 قواعد بحرية و26 سفينة للإنزال طراز LCM-302، ثم إنشاؤها في أحواضها بمساعدة غربية، والوحدات منها قادرة على حمل 60 طنا من البضائع، إضافة إلى 140 جنديا. كما تمتلك تركيا 30 سفينة من طراز ODAC-LCT صناعة محلية تماما، تأكد صناعة محلية تماما، وتقل الوحدات منها 100 جندي و5 دبابات وسفينة عثمان غازي القادرة على حمل 900 جندي و15 دبابة وطائرة هليكوبتر، إضافة إلى سفينتين برمائيتين طراز أرطول تحمل الوحدات منها 395 جنديا وبضائع إمدادات تزن 2200 طن. ويضم الأسطول التركي أيضا سفينة من طراز ساروكي كابي للنقل والقتال وزرع الألغام. واليوم تركيا تدخل التاريخ في أبوابه الواسعة. تركيا تعلن عن تدشين أول غواصة محلية الصنع، تعرف على مواصفاتها وقدراتها العسكرية. تعتزم تركيا تدشين أول غواصة محلية الصنع الأحد بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأناضول الرسمية. وأضافت وكالة الأنباء الأناضول سيتم إطلاقها في أحواض بناء السفن بمدينة كولجوك بولاية قوجا أولي التركية، وبذلك في حفل للقوات البحرية. وأوضحت الوكالة أن بيري ريز ستدخل الخدمة في 2022، وهي واحد من أصل 6 غواصات تخطط تركيا لتشغيلها اعتبارا من 2027. ومن المقرر أن تعمل هذه الغواصات بنظام دفع مستقل ومجهزة بأسلحة للتعامل مع الأهداف البرية والبحرية، وتمتلك قدرات عالية في مجال إطلاق مختلف أنواع التوربيدات والصواريخ وزراعة الألغام وفق الأناضول. ويبلغ طول الغواصة 68 مترا وعرضها 6 أمتار ووزنها 1850 طنا، فيما تتسع لنحو 40 فرد. وتنفذ مشروع بناء الغواصة الجديدة رئاسة الصناعة الدفاعية في الجيش التركي بمشاركة ما يزيد عن 7 شركات عسكرية محلية في صادرات شركات أساس وهاف لنسان للصناعة التركية الجوية. وحسب مؤشر موقع جلوبر فار باور، تأتي تركيا في المرتبة 9 عالميا من حيث عدد الغواصات لديها، حيث أنها تمتلك 12 غواصة. ويأتي الإعلان عن تدشين الغواصة التركية في وقت تشهد منطقة الشرق البحر المتوسط توترا متنامي، لا سيما بعد توقيع أنقرة اتفاقية الصلاحية البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا في 27 نوفمبر تشرين الثاني للتوسع في عمليات التنقيب على الغاز في الشرق المتوسط. وأثارت الاتفاقية غضب مصر واليونان اللتان اعتبرتا التوقيع غير قانوني، تزامنا مع تعزيز قوات الجنرال خليفة حفتر حملته على العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق التي تحظى بدعم من تركيا. ويوم أمس اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية لاستعراض آخر المستجدات على الصعيد تدريب القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية
وتأمينها وإحكام السيطرة عليها حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وفي غضون ذلك أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التي تعرف بجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن ضبط سفينة تركية في مياه الإقليمية الليبية. وقال المسماري في بيان نشره على صفحته على فيسبوك: قامت السرية البحرية المقاتلة سوسة بالقبض على سفينة في الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية الخيانة والعار بين تركيا وحكومة الوفاق. ونشر المتحدث صور لجوازات سفر وأفراد طاقمها الذي قال إنهم أتراك. وفي الأخير إذا أعجبك الخبر لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.